يوم فرحه ويوم نصر باذن الله على كل الجماهير الاهلاويه وكل الجماهير المصريه، عشان هو يوم مختلف. النهارده كمان احنا لازم نكون بقى عندنا حاجات مختلفه، في فقرات كتير جدا جدا. محلل الاداء احمد ثابت هيبقى معانا بعد شويه، وكمان النص الثاني من ملعب الاهلي او النص الاهم في ملعب الاهلي الفني في الاطار الفني هيبقى موجود معانا، ثلاثه على مستوى عالي جدا طبعا في التحليل الفني، ويخصوا بالتاكيد قناه الاهلي، وكمان رؤيه فنيه خاصه بنهائي افريقيا، النهائي الاقوى والاقدر في التاريخ او في التاريخ الكره الافريقيه في العشر سنين اللي فاتوا تحديدا الاهلي والترجي. هيبقى معانا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني، وعشان هو يوم مختلف لازم تواصلكم معانا يبقى كمان مختلف عبر صفحتنا على الفيسبوك، صفحه قناه الاهلي وملعب الاهلي. احنا النهارده عاملين ثلاث تيشرتات هديه من البرنامج، من اسره البرنامج والمعدين. محمود شوقي هو اللي هيدفع فلوس على فكره عشان تبقى على بياض كده يعني واضحين. فثلاث تيشرتات، ثلاث تيشرتات. اتوقع النهارده مباراه الاهلي والترجي، ومين هيكون متالق وهيحرز اهداف من خلال بقى يعني رسائلكم، من خلال اللي هتبعتوه هننقي او هنختار او هنعمل تصفيه او قرعه في اكتر ثلاثه بعتوا صح. اكتر ثلاثة بعتوا صح، توقع النتيجة والاهداف، توقع النتيجة والاهداف. احنا بنصعبها؟ مش بنصعبها ولا حاجة، فانت هتوقع النتيجة ان شاء الله الرحمن والاهداف، وتبقى يعني حظك كويس معانا، وفي ملعب الاهلي ان شاء الله الرحمن يبقى ليك عندنا استضافة كده، ونسلمك تيشرتاتك باذن الله. ثلاث تيشرتات، مش تيشرت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يا رب يكون 3-0، يا رب يبقى فال كويس ويبقى 3-0.